فيديو متداول من الشمال السوري وبالتحديد من مدينة سرمدة لسائق مركبة عم يعمل دريفتاد أو تشفيط أو تفحيط، بكل بلد له اسم بس النتيجة وحدة. خلونا نشوف مع بعض. الفيديو اللي تم تداوله أمس أعاد الحديث عن موضوع ازدياد الحوادث بالشمال السوري، وصاروا الأهالي يسموا الطرقات بحسب خطورتها مثل طريق الموت وهو الطريق الواصل بين إدلب وسرمدة. مراسل أورينت من كم يوم خلال مهمة صحفية رصد لحظة وقوع حادث على طريق سرمدة إدلب. كما نلاحظ إصابات وحتى هذه اللحظة لا نعلم إذا كان هناك حالة وفاة أو لا نتيجة حادث سير أليم على الطريق سرمدة إدلب على مفرق كلي. كثرت في الآونة الأخيرة الحوادث وخاصة مع بداية عام 2021 أكثر من 470 حادث خلال 5 أشهر، راح ضحيتها وفاة طفلين ووفاة 5 نساء ووفاة 15 رجلا، بالإضافة إلى إصابة 545 حالة إصابة نتيجة هذه الحوادث، ما عدا حالات الخسائر المادية التي تحصل. مشكلة الحوادث والاستهتار بأرواح الناس خلت الناس يعلقوا على فيديو التشفيط بالشمال السوري ويربطوه بعوامل تانية. محمد اللي قال عملوا له شقفة أرض لحتى يشفطوه وخليه يشفطوا براحتهم، أما أبو همام فكان عم يقول والله صار لازم تتدخل حكومة الإنقاذ، كل يوم حادث لازم تحديد ضوابط للسرعة والقيادة وتحديد أعمار السائقين. أما مجد فعم يقول ضبط السرعة ضروري جدا من خلال دوريات مراقبة الطرق، إجراء الاختبارات لمن يريد قيادة السيارة والحصول على رخصة قيادة، إشارات مرورية تحدد سرعة الطرق، التشديد على القيادة المتهورة وضبط المخالفات المالية وسحب الشهادات. أما محمد عم يقول بيعرض نفسه للخطر مشان يصور فيديو وينشره على التيك توك. تعليق من حسين بيقول بكل الأحوال الكاميرات موجودة والباقي عند المعنيين، لأنه هالطيش ما عاد ينسكت عنه سواء على الطرقات أو بهيك أماكن.